أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، آية رقم 3. الرسول بولس بيقول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق. يعني الرسول بولس بيقول ان واجب، حاجة مهمة جدا، ان انا والناس اللي بتخدم معايا نشكر الرب من اجل اللي حصل معاكم يا مؤمنين في كنيسة تسالونيكي. ليه؟ خلي بالك بقى من اللي جاي. هيشكر الرب ليه؟ لان ايمانكم ينمو كثيرا، لان ايمانكم ينمو كثيرا. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية، علاقة حية بالرب يسوع، اسأل نفسك هذا السؤال. هل، قول كده لنفسك، هل إيماني بيكبر؟ هل إيماني بينمو؟ وهل إيماني بينمو كثيرا؟ يعني هنا بيقول لهم لأن إيمانكم ينمو كثيرا. هل احنا بنكبر في حياة الإيمان؟ هل إيماننا بيزيد بينمو كثيرا ولا لا؟ سؤال أي شخص ليه علاقة حية مع الرب يسوع لازم يسأل نفسه هذا السؤال. ما ينفعش يبقى إيمان النهاردة زي إيماني من سنة، لازم إيماني كل شوية ينمو. يعني أقدر أصدق وعود محتاجة معجزات عشان تتحقق لما إيماني يكبر يكبر يكبر. مهم إن إيماني يكبر، ثقتي في الرب تزيد كل يوم، ثقتي تزيد. وإيه السبب؟ ده المهم. إيه السبب إن المؤمنين دول إيمانهم نما كثيرا؟ وخلي بالك لو كملنا بقية الآية، الإيمان بيجيب إيه؟ بيجيب محبة. يقول لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. يعني لو أنا صح مع الرب مش بس إيماني هيزيد، أنا لو صح مع الرب إيماني هيزيد، واحتمالي للناس اللي أنا بتعامل معهم هيزيد، لأن المحبة علامتها، من احدى العلامات الهامه للمحبه الاحتمال. المحبه تحتمل كل شيء. يعني تقدر تسال نفسك هذا السؤال: هل ايماني بيزيد؟ وهل محبتي مثلا لزوجتي، او انت تسالي نفسك هل محبتي لزوجي بتزيد؟ هل محبتي لاصحابي اللي بصلي معاهم بتزيد؟ هل بقدر اقدر احتملهم؟ اقدر اضحي من اجلهم اكتر من قبل كده؟ مهم ان يبقى في نمو في الايمان وفي المحبه. ايه بقى اللي خلى ايمانهم يزيد؟ الاجابه تجدها في الرساله الاولى. يعني هنا الرساله الثانيه بولس بيقول انا لازم اشكر الرب، انا شفت عمل الرب العظيم معاكم في ان ايمانكم نما، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبه كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. فإيه السبب؟ السبب تلاقيه في الرسالة الأولى الأصحاح الثاني، آية رقم 13. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة إناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي المهمة، التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. يبقى إذن إيه اللي خلى إيمانهم يكبر؟ الكلمة. إن هم لما بيسمعوا الكلمة اللي بيقولها بولس، زي ما أنا النهاردة بسمع عظة مثلا في الكنيسة، باخد الكلام من الرب، والكلام اللي بيقوله الواعظ يبقى فيه آيات، باخد الآيات دي إن الرب بيكلمني بيها، والروح جوايا بيأيد هذا الإيمان، يقول له ده الرب بيكلمك. وبعدين باخد الكلمة دي
وأفكر فيها. إيه النتيجة بقى؟ نتيجة إنك أنت تتفاعل مع كلمة الرب إن إيمانك ينمو. يعني نمو الإيمان جاء من انشغالهم بكلمة الرب، إن خدوا كلمة الرب إنها كلمة الرب. شوف، كلمة الرب، رسالة الرب ليهم. يعني بيقول كده بولس، أنا بشكر عمل الله فيكم، لأنكم لما بتسمعوا اللي أنا بقوله ما خدتوش الكلام ده إن ده كلام بولس ولا ده كلام مثلا أبولس، لا، أنتوا خدتوا الكلام إنه ده كلام الرب. فيقول كده، استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس يعني ناس عادية يعني، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. بعدين الجزء المهم اللي أنا قلت لك كلمة مهم، ده مهم جدا، التي تعمل أيضا فيكم. يبقى الكلمة بتعمل فيا. طب وكلمة لما تعمل جوايا تعمل إيه؟ تنقيني. أنتم أنقياء، الرب قال بسبب الكلام الذي كلمتكم به. لما كلمة الرب تدخل جوايا بتنقي ذهني من الأفكار الغلط ومن الأكاذيب، وبتشجعني. كلمة الرب ما تدخل جوايا تشجعني، ترفع روحي المعنوية. إنما مهم كمان إن أنا أعرف إن كلمة الرب تعمل جوايا إيمان وتزود الإيمان، وده اللي بنفهمه من رسالة روميا. رسالة روميا الأصحاح العاشر بتقول كده، الإيمان يجي نتيجة سماع كلمة الرب. يعني لما تسمع كلمة الرب عن الشفاء وتقعد تسمع وتنشغل بكلمة الرب عن الشفاء، مع الوقت تنمو في إيمانك بالشفاء الإلهي. يعني يبقى عندك إيمان بالشفاء يزداد مع الوقت. نتيجة إيه؟ نتيجة إنك أنت سمعت كلمة الرب وانشغلت بيها، اللي بتتكلم عن الإيمان. لو أنت سمعت كلمة الرب اللي بتتكلم عن إنه بيسدد الاحتياجات، زي الآية اللي بتقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، الرب راعي فلا يعوزني شيء، آيات كتير. لما تنشغل بالآيات دي، الآيات دي تدخل جواك تعمل إيه؟ هنا يقول الآية تعمل إيه؟ ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. يعني أنتم مؤمنين والكلمة تعمل فيكم. فإيه اللي يحصل بقى لما أنا أنشغل بالآيات دي؟ إيماني يزيد في أن الرب يسدد كل احتياجاتي. تقولي يعني إيه يزيد؟ يعني أحيانا تسديد الاحتياجات يبقى ممكن، لكن احيانا يبقى تسديد الاحتياجات بالعقل مستحيل. لما ايماني يزيد هيؤمن رغم اللي انا شايفه من الامور المستحيله، ان انا يبقى عندي مكان مثلا الاقي مكان اسكن فيه. حين ده بيبقى بالنسبه للناس شيء مستحيل، انه يلاقي عمل شيء مستحيل في ظروف معينه. لما الايمان بينمو حتى المستحيل يصدقه. طب ينمو ازاي؟ إن الواحد انشغل بالآيات اللي بتتكلم عن تسديد الاحتياجات، وهكذا الإيمان ينمو، وينمو كثيرا بالاهتمام الكثير بكلمة الرب. لما تقول لي أنا مش قادر أحتمل، أقول لك يبقى أنت محتاج محبة. طب هتاخد المحبة ازاي؟ تؤمن ان الرب هيدي لك محبة؟ انشغل بالآيات بتتكلم عن المحبة. لما تنشغل بالآيات بتتكلم عن المحبة، الآيات دي تشتغل جواك وتديك ثقة ان الرب هيزيد حبك للناس وهيزيد من احتمالك، فتحتمل وتبقى مش بحتمل كده وانت غضبان. لا، هتبقى احتمال الشخص المحب وليس احتمال الشخص المضغوط. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر العدد الأصحاح الأول. لازلنا نتأمل في استعداد شعب الرب للرحيل من منطقة سيناء، اللي هي المنطقة التي تحيط بجبل سيناء. بعد ما الرب أعاد العهد مرة أخرى، بعد ما الشعب كسر العهد، الرب جدد العهد معاه نتيجة شفاعة موسى. كل ده تأمنا فيه قبل كده. ابتدى الرب يعدهم للرحيل عشان يدخلوا أرض كنعان. وشفنا مع بعض هنا أول حاجة اهتم بيها الرب إيه هنا في الأصحاح الأول، هو أن يعد الشعب لمواجهة الأعداء.
والمؤمن أول ما شخص خاطي يقبل الرب يسوع وياخد الولادة التانية ويبقى إنسان جديد، يبتدي الرب يعده للمعارك ويقول له ما تخافش أنا معاك، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب. وهنا في الأصحاح الأول شفنا شرط للناس اللي هتحارب إنها تبقى فوق سن 20 سنة، وشرحنا ده قبل كده، وإن إن إحنا منرجعش في الطفولة الروحية، ما ينفعش هواجه الشيطان ولا واجه حرب وأنا طفل. تقول لي طفل بالمعنى إيه؟ ما ممكن الطفل بمعنى كويس إنه شخص مبتدئ مع الرب، زي ما تلاقي المعنى ده في رسالة يوحنا الرسول الأولى. لا، طفل بالمعنى السيء اللي هو موجود في رسالة كولونسوس الأولى، لما بولس الرسول قال لهم مدام في عندكم حسد بتحسدوا بعض وتتخانقوا مع بعض وعندكم انقسام، يبقى انتوا ما اقدرش اكلمكم كناس ناميتوا، انتوا أطفال. يبقى هنا الطفولة بمعنى الاستسلام للخطية. لما استسلم للخطية وأبقى بحسد وبغير من واحد غيرة وحشة ومش قادر أصلي من أجل فلان أو مش عايز، لأنك أنت لو مش قادر بس عايز الرب يساعدك، يبقى أنت دون سن 20. ولأهمية الآية دي أحب أقراها لأنها مهمة جدا. ما ينفعش الشيطان يحاربني وحاربه وأنا مش تايب عن هذه الخطايا. الخطايا دي للأسف بنلاقيها في البيوت المسيحية وبنلاقيها في الكنائس المسيحية، وكلمة الرب بتحذرنا منها في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كرونسوس الأصحاح الثالث، بيقول كده: لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كأطفال. أطفال بمعناها إيه؟ لأنكم إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. يعني بنقسم البيت، بنقسم الكنيسة، بنحسد بعض، بنخاصم، يبقى نبقى ضعفة في الحرب الروحية. يبقى لازم أبقى ضد ده، لما أبقى ضد ده أبقى قوي ضد الشيطان. الشرط الثاني يبقى ده أول شرط، أول شرط إن يبقى سنه فوق 20 سنة. الشرط الثاني المهم إن يبقى عارف إنه منتسب لأي عيلة. وهنا تلاقي الآية بتقول كده: فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال. وبعدين عملوا ايه الرجال اللي هم الرب حددتهم عشان يعدوا معاهم الناس؟ وجمع كل الجماعة ويعملوا بقى التعداد في اول الشهر الثاني. شرحنا ليه اول الشهر الثاني في حلقة سابقة. فانتسبوا، خلي بالك، فانتسبوا دي مهمة جدا، فانتسبوا الى عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن 20 سنة فصاعدا. يبقى الموضوع بس مش بس انه يبقى فوق 20 سنة، لا، يبقى عارف من جاي من انهي عيله. يقول لك فانتسبوا، فانتسبوا يعني بيعلن، هتلاقي المعنى ده في الاصل العبري، بيعلن الجنس بتاعه او الاصول بتاعته. يعني مهم يبقى جاي من، خلاصه الكلام، مهم انه يبقى جاي من يعقوب، ويعقوب ابو اسحاق وابوه ابراهيم. يعني مهم يبقى واحد فعلا من شعب الرب عشان يحارب. يعني انت عشان تغلب ابليس، تقول لي ترجم لي ده عشان استفيد بيه النهارده، لازم تبقى واثق انك واحد من شعب الرب، لازم تبقى واثق انك اتولدت الولاده الثانيه، لازم تبقى واثق من كده. غير كده مش هتقدر تحارب الشيطان. يعني اللي يغلب الشيطان اولاد الله. هنا كانوا اللي يدخل الجيش لازم يبقى من العيلة دي، اللي تبع، اللي في النهاية جاية من صبت كذا وصبت كذا، وصبت دي جاية من يعقوب، يعقوب جاية من اسحاق، واسحاق جاية من ابراهيم. انما في العهد الجديد اللي عايز يحارب، اهم شرط ان يبقى عارف الرب معرفة حقيقية
ويبقى اتولد الولادة التانية، ويبقى اتبرر بالدم، بدم الرب يسوع اتبرر أمام الله، اللي هو الآية اللي بتقول إذ قد تبررنا بالإيمان، يعني تبررنا. لو أنت مش متبرر بالإيمان لا ما ينفعش تحارب إبليس، ولا ينفع تقول إن أنا السحر ما يأذنيش ولا الحسد ما يأذنيش، ما ينفعش. عشان تتمتع بالحماية الإلهية وعشان تبقى جندي بتغلب إبليس مش إبليس بيغلبك، مهم جدا انك تبقى ضد الخطيه، ما تبقاش طفل، لان قلنا الطفوله الروحيه بالمعنى السيء اللي في كرونسوس الاولى، تبقى اكتر من سن 20. والشرط الثاني انك تبقى فعلا بقيت من شعب الرب، وتقدر تقول انا اتولدت الولاده الثانيه، الولاده اللي من فوق، انا قبلت الرب يسوع وصرت من أولاد الله، واتكتب اسمي في سفر الحياة، أنا اتبررت بالدم، أنا اتغسلت بالدم. مهم أنك أنت تبقى كده عشان تقدر تغلب الشيطان، عشان السحر ما يأثرش عليك. يبقى عندنا شرطين أساسيين علشان الإنسان يحارب، يطلع يقدر يطرد إبليس، زي ما بيقول الكتاب قاوموا إبليس فيهرب منكم. الشرط إنك تبقى ضد الخطايا، ولا سيما الخطايا اللي في مجال المحبة. يعني ما ينفعش تبقى متخانق مع زوجتك أو متخانق مع أولادك وعندك مرارة وتعبان وتروح تطلع شياطين مثلا، ما ينفعش، لأنك هتبقى ضعيف. ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مستهين بالحرب الروحية بأنك مش واقف ضد الخطية، لازم تقف ضد الخطية. حاجة التانية المهمة قبل ما تقف ضد الخطية، تبقى واثق أنك خدت الحياة الجديدة، أنك بقيت إنسان جديد في المسيح، أنك أنت اتولدت الولادة التانية، أنك أنت فتحت قلبك للرب، ولما فتحت قلبك للرب اتولدت الولادة الثانية. ايه بقى اللي شفناه في الاصحاح الاول؟ شفنا في الاصحاح الاول ان كل الناس اللي فوق سن 20 لازم يستعدوا للمعارك، ودي رساله لينا، ان في عدو يحاربنا، لكن نقدر نقول كده في هذه جميعها يعظم انتصاره. عايز بقى أتنقل معاك عزيزي المشاهد إلى الأصحاح الثاني. الأصحاح الثاني برضو ده استعداد للتحرك من برية سيناء، إن الرب بقى حدد. إحنا قلنا إن الشعب كام سبط؟ الشعب 12 سبط، والرب حدد لكل سبط لا يعني مكانه فين. هما ماشيين في الصحراء، طيب هما النهاردة واقفين في الحتة دي اللي هي جنب جبل سيناء، يتوزعوا ازاي؟ اي حاجة كده، اي حد، اي عيلة تحط الخيمة بتاعتها في اي حتة؟ لا. ويقابل الاصحاح الثاني في العهد القديم، يقابله اصحاح مهم جدا في العهد الجديد اللي هو كورنثوس الاولى اصحاح 14. يبقى سفر العدد أصحاح 2 يقابلوا إيه ده في العهد القديم اللي هو عهد الرموز، يقابلوا إيه في عهد في العهد بتاع الحقائق كورنثوس الأولى أصحاح 14. الاتنين بيتكلموا عن إيه؟ الاتنين بيتكلموا عن النظام، النظام في حياة المؤمنين بعضهم مع بعض. النظام في حاجة اسمها في كورنثوس الأولى 14، الرب بيقول لك انه ليس اله تشويش، مش اله غي. وبعدين في ايه بتقول في نفس الاصحاح ليكن كل شيء بترتيب، بلياقه وترتيب. ترتيب يعني نظام، هنا في نظام، مش اي ناس تتلم مع بعض وتنصب خيامه جنب بعض، لا. والنظام ده ايه المعالم بتاعته؟ أول حاجة في النظام ده إن المركز السنتر ده خيمة الرب،
ده خيمة الاجتماع. يبقى خيمة الاجتماع اللي هي الرب هيكلم فيها الناس في المركز، والشعب يحط خيامه حوالين هذا المركز. مهم جدا، مهم جدا ان الرب يبقى هو المركز مش انا. يعني في تصرفاتي يبقى المركز بتاع حياتي ايه؟ مش ذاتي، مش بعمل ده عشان ذاتي وعشان ذاتي ومش عارف مين اتكلم فانا زعلت، ذاتي اتجرحت. لا، المؤمن المركز بتاع حياته اللي بيلف حواليه، انا مش بلف حوالين نفسي. ابقى محتاج اتغير، محتاج اتوب عن ان انا محصور في نفسي وخلي الرب هو مركز حياتي، الرب يسوع اللي مات من اجلي. ما خيمة الاجتماع بتتكلم عن الرب، خيمة الاجتماع تتكلم عن الرب يسوع. يعني لما يوحنا قال عن الرب يسوع وحل بيننا، كان بيتكلم عن الرب في تجسده. كلمة حل بيننا دي معناها، أو في الترجمة لليوناني اللي بيقول إن الرب وسكن في خيمة بيننا. يعني كلمة حل دي يعني سكن في خيمة، زي اللي هي خيمة الاجتماع في العهد القديم. لأني إنجيل يوحنا كان بيربط بين الرموز العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد. ده إنجيل يوحنا، زي مثلا الحية النحاسية كانت كذا وبقت كذا، زي السلم بتاع يعقوب وهكذا. يعني إنجيل يوحنا بيشرح شوية رموز في العهد القديم. فخيمة الاجتماع كانت في المركز، ترمز إلى الرب يسوع أن لازم يبقى في المركز. يعني لما نروح الكنيسة عينينا تبقى على إيه؟ على الرب يسوع، مش على القسيس، مش على الوعظ. لازم في الكنيسة تبقى عيني على الرب. حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي، هناك اكون فين؟ في المركز، في وسطهم. ولما تقرأ ظهورات الرب يسوع، لما جه للتلاميذ بعد القيامة جه فين؟ في الوسط، في المركز. اسأل نفسك هذا السؤال الهام جدا، هل الرب يسوع هو المركز اللي انت بتلف وانت باصص ليه، ولا انت المركز؟ لو انت المركز تنازل عن هذا المكان للرب. ما ينفعش تبقى انت عايز عيلتك كلها تبقى بصة ليك، لا، انت عايز عيلتك لو بتحب الرب تبقى بصة للرب اللي مات من اجلك. عزيزي المشاهد، الى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.